طيب، زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية البرنامج عن ظهور نتائج الدبلومات الفنية، وعدد كبير من الأوائل خرجوا من المدارس التكنولوجية والتعليم المزدوج، وده بكل تأكيد هو نتيجة للتطوير اللي حصل في قطاع التعليم الفني في السنين اللي فاتوا. احنا بنتكلم عن بداية هذا التطوير كانت في 2018. خلينا نتكلم عن يعني هذا الجزء بالتفصيل. بينضم لنا دلوقتي هاتفيا الدكتور عمرو بصيرة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني. صباح الخير عليك يا دكتور، ويعني كلمنا كده عن كواليس النتيجة السنة دي، ويعني بنتكلم انه طلبة كتير من طلبة المدارس التكنولوجية ومدارس الدمج هم اللي متصدرين لقائمة الأوائل بنتائج حقيقية وتعلم حقيقي، شايف ده ازاي؟ صباح الخير يا فندم. حاضر، اهلا بسيادتك يا فندم. دكتور، يعني نستأذن حضرتك بس في البداية لو نقدر نقف في مكان الشبكة فيه تكون أفضل عشان نعرف نسمع حضرتك بشكل أحسن. الحقيقه كده الصوت واضح؟ تمام، اتفضل يا فندم. حضرتك السنه دي شهدت النتيجه عده ظواهر مهمه جدا بالنسبه لنا. اول ظاهره موجوده انه دخل رجال الصناعه في عمليه اختبارات ولادنا في اكثر من 430 مدرسه على مستوى الجمهوريه. يعني اصبحت لجنه العمل في اختبارات الدبلوم ما بتحكمش بس على مدرسي العمل في وزاره التربيه والتعليم، ولكن هناك ممثلين من القطاع الخاص. ده طبعا نظرا لتطبيق منهجيه القدرات في 430 مدرسه دولت على مستوى الجمهوريه كلها. وعشان صاحب القطاع الخاص كمان يتاكد من تلبيه احتياجاته. بالظبط، هو اصبح شريكا في اجازه هذا الخريج للالتحاق بسوق العمل، مش مجرد ان هو بيتلقى هذا الخريج على علاج زي ما احنا كنا متخيلين في الماضي القريب، انما دلوقتي هو بيستطيع ان هو يشارك مشاركه ايجابيه وفعاله في عمليه انتقاء الخريج القادر على ان هو يقتحم سوق العمل، دي اول حاجه. ثاني حاجه الحقيقه مهمه جدا انه نسبه النجاح 68%، ودي نسبه يعني ممكن تكون او البعض بيفسرها انها اقل من السنوات اللي فاتت. ده نظرا لانه دي النتيجه الحقيقيه بدون اي استخدام لدرجه الرأفه والرفع، لان في الحقيقه التعليم التكنولوجي بيهتم جدا بانه الخريج يبقى قادر على اداء الوظيفه بتاعته صحيح قبل ما يلتحق سوق العمل، وبالتالي يا اما يكون كفء او جدير بان هو يقوم بهذا العمل او لا. وبالتالي احنا طلعنا النتيجه زي ما هي، واحنا بنحيي اولادنا وبناتنا اللي نجحوا وبنبارك لهم. اما فيما يخص الاوائل فطبعا برضو المدارس دارت تسلسل الفتيات للمراكز الاوائل، خاصه في مدارس التعليم الفني العاديه، وبالنسبه لمدارس التكنولوجيا التطبيقيه والتعليم المزدوج فالحمد لله تصدرت نتائجهم زي ما هو متوقع الاوائل على مستوى الجمهوريه نظرا لرعايه هذه النوعية من المدارس التكنولوجية عن طريق مؤسسات صناعية وزراعية واقتصادية قوية، من خلالها بيستطيع الولد انه يوصل لأعلى المراحل سواء النظرية أو العملية. آخر حاجة أحب أقولها انه السنة دي هتشهد أول دفعة يبقى عندها القدرة انها تلتحق بجامعات ال 11 اللي الدولة فتحتها. تمام؟ فكل ده نظرا لانه الدوله بتنتهج سياسه تعليميه جديده متكامله بالنسبه لخريجي التعليم التكنولوجي والفني والمهني. طيب يا دكتور، عايز اسال حضرتك عن انه في بلاد زي المانيا مثلا نسبه التعليم الفني فيها بنتكلم على 80% تعليم فني، احنا من 2018 النسبه دي اتغيرت قد ايه؟ واحنا مستهدفين نسبه كام في الميه؟ احنا دلوقتي يا فندم اقتربنا من نسبه 58% من الحاصلين على الاعداديه بيلتحقوا بالتعليم الفني. طبعا مش هي دي النسبه المأموله، احنا عايزين نوصل زي المانيا 75% 70%. ان شاء الله باذن الله الخطه بتاعتنا ان احنا ننتهي من تطوير كل مناهج التعليم الفني في سبتمبر 24. الحاجه الثانيه انه هنخلي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيه اللي بدات بثلاث مدارس بس سنه 2018 النهارده هم بيقربوا على حوالي 46 مدرسه. ان شاء الله احنا في خطتنا ما زلنا مكملين ومستمرين ان احنا نتوسع في هذه التجربه ونحقق الانتشار
بتاع المدارس دي كل ولادنا وبناتنا في جميع ربوع مصر. احنا حاليا موجودين في 11 محافظه بس، ان شاء الله باذن الله هنتوسع اكتر من كده في خلال السنه الجايه 17 محافظه وهكذا. بالاضافه ان احنا عندنا 400 مدرسه بتطبق منهجيه الجدارات على مستوى الجمهوريه السنه الجايه ان شاء الله 800، يعني رقم بيتضاعف، وده احنا بنقترب من 50% من مدارس الجمهوريه كلها. الحقيقه دي ارقام كبيره طيب. جدا في ظل ان احنا دكتور يعني بعيدا عن الارقام، وفي الحقيقه يعني انا واحد من الناس اللي يعني مبسوطه جدا بفكره منهجيه الجدارات اللي موجوده وشراكه القطاع الخاص في مثل هذا النوع من المدارس، علشان يبقى زي ما بنقول كده على عينك يا تاجر. انت شايف الكفاءه الخاصه بالطالب اللي بيطلع من مدارس التكنولوجيا التطبيقيه او مدارس التعليم الفني تحديدا، فاقدر ان انا يعني اخده يشتغل عندي في شركتي وانا مطمن، عارف ان هو ده شخص منتج، شخص هيعظم الاستفادة أو هيخلينا نرتفع بشكل أكتر من الإنتاجية اللي موجودة في المصنع. ليه ما فيش بقى حافز للطالب منذ دخوله لليوم الأول في هذه المدارس علشان خاطر نقدر اللي احنا نشجعه ولو مرتب حاجة رمزية من شراكة القطاع الخاص ده زي ما بيحصل بره؟ يعني ده حاجة تعتبر شبه يعني مش متعارف عليها، شبه أساسية في التعليم المزدوج في مصر. بيتم إعطاء الطالب من اليوم الأول مكافأة، الحاجة بنسميها مكافأة بدل تدريب. نعم. وفي كثير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بيتم تطبيق نفس النظام. لكن بعض المؤسسات الطالب الحقيقة بيتكلف بأنواع من التعليم تكاليف معينة، يعني الطالب ساعات بيتكلف في السنة الواحدة 270,000 جنيه ما بين خبات وما بين تدريب عمل. فطبعا احنا ما نقدرش يعني نحمل القطاع الخاص أكثر مما يحتمل في هذا، احنا عندنا مدرسة بالتكنولوجيا الحيوية. دي مدرسه من نوعيه فريده جدا، مش في مصر بس، في الشرق الاوسط. نعم. اللي بتخرج الولاد القادرين على ان هم يصنعوا ويتعاملوا مع الـ 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 الانظمه بتاعه تحليل الدم والكوفيد والحاجات الحديثه دي. مصنع متفرد في مصر في الشرق الاوسط. فاحنا بناخد طلبه على قده، يمكن عدد الطلبه لا يتجاوز 12 طالب بس حضرتك، وبيتحصلوا كمان على مكافاه قد تكون رمزيه، لكن الطالب بيتكلف كتير جدا في عمليه اعداده في مثل هذه النوعيه من نوعيات الصناعيه. دكتور كمان اتفضل. فكل ده بيتوقف على نوعيه الصنعه او المجال الولد او البنت تخصص فيه. طيب يا دكتور كمان في حديث عن شراكات مع مؤسسات دوليه علشان يكون في منح دراسيه للطلبه المتفوقين انهم يقدروا يكملوا كمان بره مصر. في الحقيقه في كذا حاجه من ده، احنا عندنا في بعض الشركات اللي بترعى اولادها عشان تكمل في الجامعات التكنولوجيه وفي نفس الوقت تفتح سوق العمل، ده داخليا. بالنسبه خارجيا احنا اوريدي يعني حضرتك بتكلمني وانا في الطريق رايح عندي اجتماع مع الجانب الالماني عشان الاوائل ان شاء الله بدءا من العام القادم هيطلعوا ان شاء الله يشتغلوا، مش يتدربوا، يشتغلوا في المانيا. عندنا كمان مع الجانب الايطالي شركات مماثله، وبنسعى لعقد مثل هذه الشركات حاليا في مفاوضات مع الجانب الفنلندي والامريكي. طيب دكتور شايف انه التطوير اللي حصل ده غير بنسبه كبيره نظره الطالب نفسه للتعليم الفني؟ صحيح. تاكيد يا فندم، لانه زي ما قلت لحضرتك احنا النسبه كانت لا تتعدى 40% من الطلبه اللي بيلتحقوا خريجين الشهاده الاعداديه اللي بيلتحقوا التعليم الفني. النهارده بنتكلم في نسبه قريبه من 60%، 58 حد كده. السنه دي لسه طبعا ما شفناش البشائر، لكن السنه اللي فاتت في التكنولوجيا التطبيقيه متقدم 42,000 طالب اللي خدناهم 3,700، ده دلاله على اقبال الطلبه. بس طبعا نوعيه ده بياكد يا فندم يعني زياده الطلب، هل هيبقى في يعني مواكبه لزياده هذا الطلب بارتفاع المدارس من 360 مدرسه زي ما حضرتك ذكرت العدد في بدايه الحوار لعدد اكبر عشان يستوعب الطلب الكبير اللي موجود؟ طبعا ده اللي احنا بنسعى له، لكن حضرتك مستهدف ايه بقى في المستقبل؟ يعني احنا مستهدف اللي احنا نستقطب كام في الميه مثلا من طلبه الشريحه الخاصه بطلبه الاعدادي؟ احنا بنستهدف زي ما قلت لسيادتك من 70 ل 75%، ولكن ما ننساش كمان دور الحاله الاقتصاديه للعالم وما تشهده من ازمات. احنا خرجنا من جائحه كورونا صحيح. على الازمه الروسيه الاوكرانيه، ده بيؤثر الحقيقه على القطاع الخاص بشده، واحنا كدوله بندعم القطاع الخاص كامل الدعم عشان هو القاطره اللي احنا بنعتمد عليها في
في تنمية اقتصاد الدولة المصرية. وبالتالي كل الأزمات دي بالرغم من كده احنا وصلنا في الأزمات دي لثلاث أضعاف الأعداد اللي موجودة. صحيح. ده أعتقد أنه إنجاز يحسب للكل الحقيقة. يعني هي الظروف الاقتصادية العالمية اللي بيمر بها العالم دكتور عمرو يعني أعتقد هي معروفة للكل، لكن هو أيضا في اتجاه من الدولة بتحقيق تكامل عربي من خلال يعني الاستفادة بموقع مصر المتميز، وزي ما بنشوف شراكات بتحصل سواء كانت مع الأردن سواء كانت مع العراق سواء كانت مع الإمارات العربية الدولة الشقيقة، يعني لتضافر الجهود كلها عشان نقدر إن احنا ننتج ونستفيد بموقعنا المتميز في سلاسل الإمداد تحديدا، فنقدر إن احنا بوجود أيادي مدربة أيادي ماهرة نقدر إن احنا نتحدى هذه الأزمة الاقتصادية. دكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ويمكن يا دير كلام مهم جدا على المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية تحديدا، لأن تغيير النظرة وتغيير الثقافة بيؤدي للإنتاج شيء مهم جدا. بالظبط. واحنا بنتكلم عن توطين الصناعه، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كان له حديث خاص عن مساله توطين الصناعات واهميه ده، فعلشان نشتغل على توطين الصناعات لازم يكون عندنا حرفي ومهني ماهر جدا جدا جدا، وكمان يكون عنده محفزات هو داخل التعليم الفني ليه؟ هيستفيد ايه؟ وهيشتغل ايه؟ السوق محتاج ايه؟ اني حرفه معينه؟ لما يتعلم الحرفه دي هيشتغل بكام؟ هتكون يعني الحرفي والمهني بيتخرج من هذه المدارس بيشتغلوا بالساعه، فاحنا كنا بنتكلم عن نسبه اقبال كانت اقل بكتير من الموجوده قبل مساله التطوير اللي حصلت من بدايه من 2018، دلوقتي النهارده بنتكلم عن النسبه 58% تقترب بنسبه كبيره لدول كبيره زي المانيا، دول صناعيه كبيره النسبه فيها بتصل ل 75%، وده المستهدف ان احنا نوصل له في التعليم الفني باذن الله. فكره تغيير ثقافه بقى وتغيير فكر وتغيير نمط واسلوب حياه، احنا بنتكلم زي ما انت ضربتي مثل بالمانيا هدير تحديدا، بره في اوروبا بيستهدفوا تقريبا من 70-80% من الشريحه اللي هي الخاصه ما بعد التعليم الأساسي اللي هو تعليم المرحلة الإعدادية لمثل هذا النوع من المدارس، وأغلب المدارس مش موجودة بقى ثانوي عام زي ما موجود عندنا، لا هي كلها موجودة في النوع ده تحديدا، ويمكن هو ده اللي الدولة شغالة عليه في فكرة الجامعات كمان التكنولوجية اللي موجودة مش صحيح. بس مدارس تكنولوجية. وإحنا يمكن كان لينا هنا في صباح الخير لقاءات كثيرة مع طلبة متفوقين خريجي هذه المدارس، شفنا منهم بنات وأولاد هم عندهم أمل وطموح كبير جدا ومتعلمين على مستوى عالي جدا من التعليم، وعلشان كده الاهتمام كمان بالتعليم كان جزء مهم جدا من صحيح. توطين الصناعة.